بين جمهورية العراق ومصر، والعلاقات بين العراق وتونس علاقات قديمة، ولكن بين حين وآخر نجتمع مع القادة في مصر للتشاور حول الظروف المحيطة بالمنطقة وظروف المنطقة وتحديات الموجودة في المنطقة. هاي من ناحية سياسية، ولكن من ناحية العلاقات الثنائية نتباحث حول تقييم الوضع والعلاقات بين الطرفين ودراسة الاتفاقات ومذكرات التفاهم والعمل بها. فهناك علاقات اقتصادية، علاقات تجارية، علاقات في مجال الطاقة، ففي جميع هذه المجالات ندرسها ونقيمها، وإذا كانت هناك تلاؤم فيتم تفعيلها. بالنسبة لتونس طبعا العلاقات قوية، وكان هناك وفد من جانب التونسي برئاسة وزير خارجية التونسي إلى بغداد مع رجال الأعمال وممثلي الحكومة، ووصلنا إلى تفاهمات وتوقيع مذكرات تفاهم، وقعنا 20 مذكرة تفاهم. الآن تم تقييم هذه المذكرات وتم رفع سمات الدخول، كانت جزءا من المناقشات في بغداد، ونحاول أن نصل إلى تفاهمات حول مسائل مختلفة في المجال التجاري، العلاقات الزراعية، العلاقات في مجال الصحي، العلاقات في مجال التعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى قضايا سياسية، فالعلاقات بين الطرفين ممتازة.